يمكن اتكلمت بين الشوطين على حته استغلال الفرص. هو زي ما الكباتن قالوا الفريق ما كانش في حالته، ولكن في بعض الاوقات في بعض حتى احنا فات علينا مباريات كتير كده، احيانا الفريق اللي قدامك بتجيله فرص ما بيستغلهاش، بس انا لما تجيلي اربع خمس فرص استغل فرصه وانا وحش اكسب الماتش 1-0 اكسب الثلاث نقط واتكل على الله. مش اتكل على الله يعني، يعني انا خدت الثلاث نقط اللي انا عايزهم، فاهم الكلام ده؟ ما كانش يعني انا مش عايز برضو اقول ان هم جات لهم خمس ست فرص وانا ما جاتليش فرص، ما انا جات لي خمس ست فرص انا كمان كان ممكن اخلص الماتش بواحده منهم. بص يا كابتن، ايه الفرق بين لعيب بيلعب في النادي الاهلي مثلا بياخد اكس ولعيب بيلعب في البنك الاهلي بياخد اكس الا ربع؟ ايه الفرق؟ ان ده المفترض تيجي له فرصه يصنع يسجل، وده تجي له فرصتين او ثلاثه يسجل. هي يا كابتن الكواليتي بتاع اللعيب نفسه ده الفرق، ده الفروقات اللي احنا بننتظرها. أي. او دي الفروقات اللي احنا بنعول. احنا ليه بنقول قدرات النادي الاهلي افضل من قدرات الفرق الثانيه؟ ليه؟ تقييما لاداء اللاعبين. الطبيعي جدا انك انت لما تيجي تقيم تقول مين احسن راس حربه في مصر، هتقول شريف وبعدين تدور على اثنين ثلاثه ثانيين. ما ينفعش تقول 1 2 3 4 وتيجي تقول محمد شريف، او 1 2 3 4 وصلاح محسن، تمام، او 1 2 3 4 وحسام حسن. لا، ده مش طبيعي في كره القدم. طبيعي جدا ان انا لعيبتي المفترض ان هم او لعيبه النادي الاهلي المفترض ان هم دول الافضل في مصر في كل شيء. يعني انا ممكن ابقى وحش جدا في المباراه، جدا عادي جدا، وارد في كره القدم تبقى وحش لاي سبب من الاسباب، والنهارده في اسباب حقيقيه واضحه وصريحه للاداء اللي احنا اديناه. ايه السبب؟ تمام، ايه الاسباب؟ اولا انت بتلعب من غير نص ملعب، غيابات، عندك غيابات، دي اول حاجه. تمام، بص عشان يعني ما ينفعش ما نديش الغيابات حقها. انا النهارده بلعب من غير ميد فيلدرز على الاطلاق، يعني فرقه من غير العمود الفقري بتاعها ما تأديش. احنا كان عندنا تخوف في النقطه دي من قبل المباراه، اتكلمنا فيها. ما تأديش ما تأديش على الاطلاق. فالنهارده الاهلي معذور، اكيد معذور، وضع طبيعي. انا مش بقول ان ده مبرر للاداء ومبرر للنتيجه، لكن انت في اسباب حقيقيه موجوده انك انت ما فيش ولا ميد فيلدر موجودين من الاساسيين بتوعك. النهارده بتلعب بمجدي قفشه، تمام، لعيب كويس النهارده، عمل اكتر من كره جيده النهارده مجدي، وشاط على الجول وراح في حدود القدرات والامكانيات بتاعته. تمام، لكن ما عندكش لعيب من الثلاثه موجودين. فالنهارده فده عبء كبير جدا على فرقه النادي الاهلي، ان ما بيبقاش عندك يعني واحد او واحد من نص ملعب الموجودين، ثلاثه مش موجودين، دي ده يعني حاجه كبيره جدا جدا يعني. تمام، يعني تبهدل اي فرق. في فرق عشان بس في ناس تيجي تقول لك ايه، اصل يا كابتن الفرقه ما بتقفش على لعيب. لا، الفرقه احيانا بتقف على لعيب، طبعا احيانا كتيره جدا بتقف على لعيب واحد، فما بالك بثلاثه. هو خط النص بالكامل، ثلاثه هو اللي بيعتمد عليهم الراجل كمان في الخطط بتاعته. صح، بيعتمد على اثنين، تمام، واحيانا واحد لما بتغير الطريقه بتلعب بثلاثه اربعه ثلاثه، فهم دول العمود الفقري بتاع النادي اللي. فكون ان هم مش موجودين النهارده اثروا سلبا بشكل كبير جدا 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 جدا. دي رقم واحد. رقم اثنين، الاداء لما يتغير، انت في دوري العام هو ده الاداء بتاعك. يعني احنا اتكلمنا على الميد فيلدرز بتوعك وقلنا ان ده في مباراه النهارده سبب من الاسباب، لكن الاداء بتاعك الهجومي هو نفس الاداء. يعني المباراه اللي فاتت برضو كده، اللي قبليها نفس الموضوع، اللي قبليها نفس الموضوع، يعني لم يتغير الاداء الهجومي. الفرص اللي بتتاح للاعيبه النادي الاهلي لم تستغل بشكل جيد على الاطلاق. النهارده شريف 1 2 3، تمام، احمد عبد القادر كره عرضيه سهله جدا، شوف بنزيما حط كره زيها بالظبط، حطها من بره ال 18 مشاشول. تمام، انت الكره في السكس يارد الطبيعي انك تحطها في الزاويه البعيده، يعني دي اهداف محققه حقيقيه. الفريق الخصم جاله اهداف، لكن ما ينفع الخصم وارد ان يجي له اهداف ما يسجلش، لكن ما ينفعش انا يبقى وارد يجي لي فرص وانا كمان ما اسجلش. امال ايه الفرق في الكواليتي ما بين الفرقتين؟ لازم يبقى في، لازم الفرق يبان هنا. النهارده راس الحربه ده قيمته كبيره ليه؟ عشان من انصاف الفرص بيسجل. انما النهارده هات لي ست فرص وضيع، ماشي يضيع، كريم بامبو يضيع او فلان يضيع او يضيع، عادي جدا في كره القدم. الاسماء الكبيره ما ينفعش تضيع فرص سهله، ده اللي انا بقوله. الاسماء الكبيره ما ينفعش تتاح ليك ثلاث اربع فرص وتطلع من المباراه ما تجيبش ولا جول، صعب صعب. الفرقه الكبيره ما ينفعش يبقى فيها الكواليتي دي. الفرقه الكبيره يبقى عندي نص فرصه بسجل منها هدف، او وحش جدا طول المباراه وباجي في ربع فرصه اسجل هدف، ودي القيمه بتاعت اللعيبه الكبيره. امال امتى هتبان قيمه اللعيبه الكبيره؟ لما يجي 10 فرص اسجل هدف؟ ما ينفعش، ما ينفعش. زي غيرك بالظبط، اقل من غيري كمان. زي غيرك صح، الفرقه الثانيه بتستنى فرصه
من ركله ركنيه من هجمه مرتده. الفرقه بتلعب، تخيل لما يكون فرق اصلا بتلعبك على هجمه مرتده، على هجمه مرتده يا كابتن. انما انت النهارده لما تتاح ليك فرص مع الفرقه، انا خد بالك انت بتلعب فرقه وسط، فلما تتاح ليك خمس ست فرص حقيقيه للتسجيل وما تسجلش هدف، فين الكواليتي بتاعتك؟ فين قيمتك انت كلاعب؟ المدير الفني مش هيحط اهداف، ماشي اخطا موسيماني، اخطا موسيماني تمام، بعدم التغيير من بدايه الشوط، من الشوط الاول نفسه. انا النهارده شايف فرقتي مش قادر اسيطر، مش قادر اهاجم، عبد القادر مش داي اوف بتاعه النهارده، لازم اغير. انا مش لازم استنى 70 دقيقه عشان اغير لعيب، انا ممكن بعد 25 دقيقه اغير لعيب. النهارده الوحيد اللي بيتحرك قدام بيرسي تاو. بيرسي تاو مظبوط، عمل شغل جيد بيتحرك. طب فين بقيه اللعيبه؟ المفترض ان انا النهارده الخط الهجومي بتاعي ده يبقى قوه ضاربه بالنسبه لي. شريف النهارده ما خرجش بره ال 18، احمد عبد القادر مالوش اي تواجد داخل اثناء داخل الجيم تمام، ممكن يكون بدنيا يعني مرهق، ممكن يكون بدنيا مرهق يجوز، واضح في بعض الكرة وارد في كره القدم انك تبقى بدنيا جد. بس انا النهارده فين دوري كمدير فني النهارده؟ النهارده انا شايف عبد القادر من بدايه، احنا حتى النهارده واحنا بنتفرج قلنا عبد القادر النهارده مش في حالته. فطبيعي لو مش في حالتك خلاص المدير الفني شايف، يلا بسرعه نغير لعيب، مفيش مشاكل، الماتش اللي بعديه ممكن يلعب ويسجل اهداف. لكن دخول المدير الفني لازم يكون سريع في المباريات اللي زي دي، ما ينفعش اسيب لعيب يلعب 70 دقيقه في الملعب وهو مش في حالته البدنيه الجيده، مش في الحاله الفنيه، ما هو بدنيا وحش، يبقى فنيا هتبقى وحش. طب هو طبيعي. كابتن علاء اتكلم في نقطه، هي نقطه مهمه، هو بيقول لك عدم وجود قائد في الملعب. كويس، احيانا او في بعض المباريات ممكن ما تلاقيش القائد دوت في الملعب، بس لازم يكون في توجيهات من بره. طبيعي طبعا، ده لازم مدير فني، شخصيه المدير الفني هي، هو انا اسف يعني المدير الفني هو مش بس بيعمل تغييرات ويحط تشكيله يا كابتن، التعليمات بتاعته. المدير الفني بيقف على خط الملعب، لازم كل اللعيبه في الملعب مش تخاف منه بس تهابه وتحترمه. ايوه تمام، لازم التوجيه لازم يتعمل له مليون حساب. النهارده انا كنادي اهلي النهارده اربع ماتشات ما كسبش ماتش في الاربعه، اخر اربع ماتشات لا ما حصلش من فتره كبيره. يعني لازم تبقى نقطه من اول السطر، ما ينفعش النهارده كنادي اهلي العب اربع ماتشات والخامس السبت الجاي ومع فرقه اقوى من الفرقه اللي احنا بنلعبها دي، فرقه البنك الاهلي، وداخل واحنا دلوقتي مش عارفين يا ترى هنكسب امبي ولا الماتش هيبقى صعب علينا. طب احنا بقينا ندور هل امبي فرقه جامده ولا اقل ولا، يعني ما ينفعش نوصل للحته دي، ما ينفعش. احنا امكانيات وامكانيات لعيبتنا افضل امكانيات في الدوري العام طبعا. مره ثانيه اللعيبه بتاعتنا يا جماعه لما تيجي تقارن باي فرقه في الدوري العام هتلاقي فروقات كبيره جدا جدا، لكن لازم اللعيبه دي تعرف ان هي بتلعب باسم النادي الاهلي. صحيح. افريقيا مهم جدا ومطلوب ان احنا ناخد افريقيا، بس مش على حساب الدوري العام. احنا مش كل سنه نخش في افريقيا وبعدين نقول معلش يا جماعه الدوري العام مش مشكله، لا لا، احنا مش نادي البطوله الواحده يعني. والكباتن اتكلموا في القصه دي مرارا وتكرارا، انت النادي الاهلي بتخش يعني لو دخلت دوره مركز شباب عايز تاخدها، عايز تكسبها. طيب النهارده يا كابتن ايمن اتعادلنا، بس ما ينفعش يبقى الاداء ده، انا مش حاسس بروح لعيبه النادي الاهلي حقيقه يعني سيبك بقى من الفنيات والاداء والاهداف واللعب وكل الحاجات دي، كل ده وارد في الكوره. انت مش خلاص، مش يومك النهارده، مش قادر تسجل، غير موفق، مش مشكله يعني، وارد على فكره، كل ده وارد في الكوره يعني، وارد جاي ابقى وحش النهارده وابقى انا، بس فين القتال؟ انا يعني انا اتغلب وارد، اتعادل مش مهم، وارد في كره القدم. واحنا ما زلنا دلوقتي عندنا الفرصة ان احنا لو كسبنا الباقي يبقى احنا برضو الاول، ما زلنا الامر في ايدينا مش في ايدين غيرنا الحمد لله. يعني مش احنا بس، انا بتكلم ليه كده؟ عشان ما ننتظرش ان الامر يبقى في ايدين غيرنا يا كابتن ايمن. أيوة. زي السنة اللي فاتت. أيوة. ما ننتظرش ان الزمالك وبعدين يبتدي يقول يا خبر ابدا الفرق ثلاثة ليهم، طب هم هيقعوا امتى؟ لا مش عايزين نعمل كده، مش عايزين نوصل للمرحلة دي السنة اللي فاتت. احنا عايزين يا جماعة لعيبة النادي الاهلي او النادي الاهلي معروف بالروح القتالية العالية. لو افتقدت الروح دي يبقى انت افتقدت جزء كبير جدا من شخصيه النادي الاهلي. هو ايه الشخصيه بتاعت النادي الاهلي؟ روحك القتاليه العاليه، عدم الاستسلام، انت دايما بتقاتل وبتحارب على كل كوره، روح المكسب دايما قدام عينيك. ما ينفعش انا النهارده بلعب ماتش ومديها 50 وانا عارف ان انا مش هكسب. حاسس ان انا مش هكسب، انا حاسس ان انا مش هكسب. ما حسيتش جوه اللعيبه ان حتى اللعيبه بتكلم بعضها، طب يلا يا جماعه طب هنكسب النهارده. في ماتشات مش محتاجه فنيات بالظبط، في يعني مش مهم ابقى مهاري بالزبط. لكن مهم اشوف اللعيبه في الملعب النهارده بتكلم بعضها، لا هنكسب. وده اللي قلته للكابتن اسامه عربي بين الشوطين، يعني محتاجين الحته دي يا كابتن ايمن. يعني فين دي يعني النهارده بشوف عادي بتلعب وبتروح على الخط وبتجري وبتعمل وعايز تخلق فرصه،
بس عارف مش حاسس من جوه اللعيبه انك انت هتموت نفسك عشان تكسب. احنا ليه دايما كنا يعني ليه كانوا مسمين الاهلي بلس 90؟ لانك انت عارف وانت قاعد بره ان في الدقيقه 98 هتجيب جول، في الدقيقه 97 هتجيب جول. انت روح اللعيبه داخل الملعب منقولالنا هنا في الاستوديو. لكن النهارده يا جماعه الماتش ده والماتش اللي قبليه والماتش اللي قبليه والماتش اللي قبليه احنا مفتقدين الروح بتاعه لعيبه النادي ده، مفتقدين روح النادي ده.